مشكله، ينفعش. هاجي لكم في التفاصيل، بس انا عندي مشكله، عندي مشكله انه حلمنا لسنين طويله جدا الشناوي ما اعرفش اتفرض علينا انه يبقى الجمهور الكوره في مصر، بس حلمه انه يتاهل، يعني مش حلمه انه يروح لبعيد، مش حلمه ان هو يعدي دور المجموعات ويحاول يخبط او يحاول يوصل، بقى مجرد بس نوصل كاس العالم. تم اختزال مشاركه منتخب مصر في كاس العالم هي بس لمجرد التاهل، هل ده شايفه ينطبق على النسخه اللي جايه؟ لا، النسخ مختلفه تماما. النسخه دي يمكن هي اكتر نسخه مختلفه تماما على الثلاث نسخ اللي فاتوا. يمكن الثلاث نسخ اللي فاتوا سواء كان 2010 2014 2018، احنا طبعا صعدنا 2018 النسخه رقم 22 اللي هو سنه 22، احنا كنا على بعد مباراه واحده بس، يعني احيانا كان على بعد ضربه جزاء اهداف بعد ضربه جزاء. فدي هي اللي يمكن كانت بتحز في نفسيه الجمهور المصري، ان احنا كنا مش قريبين بس، لا احنا خرجنا على بعد دقائق بالعدد. فدي يمكن اكتر حاجه كانت بتزعل الجمهور المصري، يعني انت لو من البدايه انت ما كنتش اتحطيت في موضع ان انت مرشح ان انت تصعد لكاس عالم، اعتقد الامور كانت هتبقى هينه على الجمهور. ولكن انت لما يبقى عندك فرصه، وفرصه كبيره، فرصه قويه ان انت تصعد كاس عالم، وفجاه الحلم يتاخد منك، دي بتبقى اصعب جدا. زيدوا بقى على عزيزك من الشعر بيت، يعني لما شفنا منتخبات في كاس العالم 2022، منتخب زي تونس، منتخب زي المغرب، منتخب زي اليابان، كل المنتخبات اللي هي بنقول عليها اندر دوج قدرت انها تحرج الكبار، وفي كمان ناس صعدت للمربع الذهبي، وفي ناس صعدت لدور الثمانيه، وطبعا منتخب المغرب عمل احسن اداء لمنتخب عربي يمكن في تاريخ كاس العالم. لما تقولش ان احنا افريقيا كمان مفيش منتخب افريقي حقق مركز رابع ابدا، ده حقيقي، وعندك افضل ريكورد على المستوى العربي والافريقي في مشاركات كاس العالم. فانت عندك المقومات، كان دور 8 بس، دور 8 كان عندك مقومات وعندك عناصر تقدر تخلق تفوق هناك. اولا الجمهور المصري مختلف عن اي جمهور تاني هناك، في كمان في قطر كان عندك كمان عدد من اللعيبه لا باس به محترفين في دوريات قويه، زي محمد صلاح، زي مرموش، زي مصطفى محمد، زي تريزيجيه، زي النني، زي لعيبه النادي الاهلي، في لعيبه كمان تقدر تصنع. ولما اتحطينا في موقف قبل كده شبيه لده في كاس الامم الاخيره اللي احنا خسرنا، احنا ما كناش افضل منتخب في كل المباريات اللي احنا لعبناها، مظبوط، بس احنا كنا قادرين ان احنا نجابه ونواجه الفرق اللي كانت قدامنا. ده كان ممكن يتكرر في كاس العالم، كان ممكن يتكرر في كاس العالم، وكنت تقدر تخلق نتائج كبيره جدا في كاس العالم اللي فات.